برعاية نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان والزملاء العاملين فيه بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين بصلواتنا للعلي القدير بأن يرفع هذه الغمة عن الأردن والعالم، مع تمنياتنا للجميع بسنة جديدة مليئة بالخير واليمن والبركات. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: عيد الميلاد هو حدث حاسم في تاريخ البشرية ورسالة سلام وحياة جديدة. جلالة الملك عبد الله الثاني يستمع إلى رد مجلس الأمة على خطاب العرش. احتفالات بهيجة بإضاءة شجرة الميلاد في المختص وعدد من المدن الأردنية. وفيها أيضاً العذراء مريم في زمن المجيء في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. تأمل قداسة البابا فرانسيس في حديثه الأسبوعي إلى المؤمنين في عيد الميلاد المجيد الذي هو حدث حاسم في تاريخ البشرية، ورسالته رسالة سلام وفرح وحياة جديدة. كما دعانا قداسته أن نتأمل بمغارة الميلاد حتى نرى الطريق العجيب التي أراد الله أن يأتي بها إلى العالم. وأضاف قداسته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في عيد الميلاد المجيد، قال: المسيح يدرك أن عيد الميلاد المجيد هو حدث حاسم في تاريخ البشرية، فمن المهم ألا يقتصر هذا العيد على مجرد مشاعر أو استهلاك وهدايا وتهاني ولا إيمان فيه. من الضروري التذكير بجوهر معنى العيد وما حدث فيه. الكلمة صار بشراً فسكن بيننا، فرأينا مجده مجداً من لدن الآب لابن وحيد ملؤه النعمة والحق. يدعون عيد الميلاد المجيد إلى أن نتأمل في ابن الله الذي صار إنساناً من أجلنا، وصار حقاً واحداً منا شبيهاً بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. جاء إلينا ليلتقي بنا وليبشرنا وليخلصنا وليجعلنا قادرين على أن نشاركه في كل شيء. هذا هو مصدر فرحنا. الله لم ينظر إلينا من فوق، ولم يمر من جانبنا دون أن يتوقف، ولم يشعر بالإشمئزاز من بؤسنا، ولم يلبس جسداً ظاهرياً، لكنه اتخذ طبيعتنا وحالتنا البشرية بصورة كاملة. وقال قداسته: لنتأمل في صمت أمام مغارة الميلاد حتى نرى الطريقة العجيبة التي أراد الله أن يأتي بها إلى العالم. سيولد فينا هذا التأمل الحنان مثل حنان يسوع، ونحن بأمس الحاجة إليه اليوم. أجبرتنا الجائحة في هذه الأيام على التباعد بعضنا عن بعض، وأما يسوع في المذود فإنه يدلنا على طريق الحنان حتى نكون قريبين بعضنا من بعض، وحتى نكون بشرا نحب بعضنا بعضا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Chiedo a Dio di concedervi la sua grazia per vivere il messaggio di Natale, che è un messaggio di pace, gioia e vita nuova. Auguro a tutti buon Natale. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. أسأل الله أن يمنحكم نعمته لتعيشوا رسالة الميلاد التي هي رسالة سلام وفرح وحياة جديدة. أتمنى لكم جميعاً عيد ميلاد مجيد.
مجلس الأمة الأردني رده على خطاب العرش السامي الذي تفضل جلالة الملك عبد الله الثاني بإلقائه في العاشر من الشهر الحالي خلال افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة 19. وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن القدس ستظل نابضة في قلب السياسة الأردنية وضمير ووجدان كل أردني، وأننا نرفع رؤوسنا عاليا بأن مليكنا هو صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي لا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانون القائم. ومن جهته قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات: أما قضية فلسطين فقد قطعتم مولاي القول الفصل في عدالتها والتي تدافعون عنها بالوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية باعتبارها عنوانا للسلام. نظمت وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع هيئة موقع المغطس والكنائس المسيحية في المملكة حفلاً لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بموقع معمودية السيد المسيح المغطس، بمشاركة عدد من النواب وأصحاب الغبطة والنيافة ورؤساء الكنائس والأباء الكهنة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. محتفلين بمجيء السيد المسيح من أخفض بقعة في العالم والأقرب إلى ملكوت الله، رعى معالي وزير السياحة والآثار نايف الفايز الاحتفال الذي أقيم في موقع معمودية السيد المسيح في المغطس بمناسبة إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد. حضر الحفل عدد من السادة النواب وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين وأصحاب الغبطة والنيافة، رؤساء الكنائس المحلية، والمديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسمة السمعان، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، ومدير عام هيئة المغطس، وعدد من الآباء الكهنة. وخلال الاحتفال ألقى الوزير الفايز كلمة قال فيها: إن تجاور المآذن والكنائس واجتماع صوت الآذان بالتراتيل في الأردن يظهر عظمة المملكة قيادة وشعبا. وأضاف: في موقع المغطس الذي ترحل إليه عيون وأفئدة المؤمنين في العالم من كافة الطوائف، نضيء معكم هذا المساء شجرة عيد الميلاد في موقع المغطس حيث هذا الإرث المقدس، وتجاورنا مدينة مادبة سيدة التاريخ وسادنة الحضارات التي عانقتها ثراء وتنوعا، وجبل نيبو شاهدا على جزء مهم من سيرة البشرية، وبذات الوقت تضاء أشجار عيد عدة في مدن وقرى من هذا البلد الطيب، وجميع هذه الأشجار تعلق عليها أمنياتنا الطيبات بأن يضيء الفرح مجددا هذا العالم، العالم الذي اعتبر هذا العام عاما استثنائيا كانت فيه نعمة الصحة في اختبار صعب، هذا العام الذي يوشك على العبور كانت فيه مصافحة تحديا، وعناق أهلنا وكبارنا خطرا، وتجمعنا تهديدا، وفي قلوبنا صلوات وأمنيات عميقة بأن يمنحنا الله الشدة والقوة. الحياة التي قلبها السلام والرضا والتسامح هي القاسم الأول والأكبر بين جميع معتنقي الإنسانية، والتعايش الكريم والمحبة بيننا، وهي اليوم تجمعنا على أرضها في واحد من أقدس بقع العالم، وهي التي تجعل هذا الطقس السنوي فرصة بأن نشحن أرواحنا بمزيد من روح السلام وعظمته في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تجاور المآذن الكنائس ويجتمع صوت الأذان بالتراتيل. هذه التوليفات تظهر عظمة المملكة قيادة وشعبا وتاريخا وحضارة، وهذه المكونات هي روح الأردن بقيادة هاشمية حكيمة ومن منطلق رسالة عمان الوسطية والاعتدال والمحبة. من جهتي شكر رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن المطران خريستوفورس عطلة وزارة السياحة والآثار
وهيئة تنشيط السياحة وإدارة المغطس على جهودهم المبذولة في خدمة المواقع الأثرية في المملكة، وبالأخص منها ذات العلاقة بالوجود المسيحي. بهاي المناسبة السعيدة من هذا الموقع المقدس، وكل أنظار العالم بتتوجه لبلادنا المقدسة، لمغارة بيت لحم ولنهر الأردن اللي فيه معمودية الرب والمخلص، اللي فيها البشارة المسيحية بتنتقل من بلدنا الأردن، من بلادنا المقدسة لكل العالم، حتى تدعو للسلام، للمحبة، ولكل هاي القيم الروحية اللي استلمناها من إلهنا المتجسد. بهاي المناسبة نطلب من ربنا إنه يبعد عنا كل الأوبئة، صلاتنا مرفوعة حتى يحمي بلادنا، يحمي جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، اللي عماله ببذل جهود جبارة من أجل كل القضايا، وبالأخص قضية القدس والأماكن المقدسة والوصاية عليها. نرفع لربنا صلاة بهاي الأوقات المهمة، وقلب الإنسان كل ماله ما بيبتلئ خوف واضطراب وقلق من الآتي المجهول، ولكن من هون منبشر العالم بالسلام، بالمحبة، وبالإيمان، وبالفضائل، حتى يقدر قلبنا إنه يكون دائماً متزين بالفضائل، حتى نقدر نستقبل كل الأحداث الخلاصية. وجرى في الاحتفال الذي حضره عدد من المؤمنين تطبيق إجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، حيث قدمت فرقة ينبوع المحبة بقيادة الماسترو طعم جبارة وصلة من التراتيل والأغاني الميلادية. مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبد الرزاق عربيات أن احتفالية إضاءة الشجرة بمناسبة الأعياد المجيدة تأتي تأكيداً على النموذج الأردني في التعايش والمودة والوئام الدائم، متمنياً أن تزول جائحة كورونا قريباً وتعود السياحة إلى نشاطها المعهود، فيأتي السياح للمغطس بقصد السياحة الدينية وللقيام بشعائرهم. ولفت عربيات إلى أن هذه الاحتفالية تقام على ضفة النهر المقدس، بما يمثله الأردن من نموذج للتآخي والأمن واحترام الإنسان بفضل الحكمة والعدل والمساواة التي طالما كانت من سمات الحكم الهاشمي الرشيد. في المملكة وفي غبرة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أضيئت في العديد من المدن والمناطق الأردنية شجرات الميلاد. فبرعاية وزير الشباب محمد النابلسي أضاءت مدينة الحسين للشباب بعمان شجرة عيد الميلاد احتفالاً بهذه المناسبة المجيدة، وقد حضر حفل الإضاءة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين،
وأعرب النابلسي عن سعادته بمشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم، مؤكداً على روح التسامح والألفة التي تربط أبناء الأردن جميعهم على اختلاف منابتهم وأصولهم، متمنياً أن يكون هذا العام عاماً مليئاً بالإنجازات والصحة والعافية، وقد تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع من تداعيات جائحة كورونا. كما شارك رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات أبناء الرعايا المسيحيين في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة الحصن بمحافظة إربد. وقال العودات في حفل الإضاءة: إننا في الأردن نعيش حالة من التسامح والتآخي مسلمين ومسيحيين، مجذرين قوة ومتانة النسيج الوطني الذي بقي ثابتاً وأساساً على امتداد تاريخ الأردن، داعينا الله أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا بالمحبة والسلام. وحضر حفل الإضاءة عدد من الآباء الكهنة وممثلي الكنائس المسيحية في المملكة. وفي السلط أضيئت شجرة عيد الميلاد المجيد من خلال فعالية نظمتها قناة تراث السلط بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى، وبحضور عدد من الوزراء والنواب وكبار المسؤولين والآباء الكهنة وجمع من مواطني المدينة. وأكد المهندس خالد الخشمان رئيس بلدية السلط الكبرى على أن نهج العيش المشترك هو نهج أصيل لدى أبناء مدينة السلط، مهنئاً عموم المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأجمع المتحدثون في الاحتفال على أهمية العيش المشترك في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وبرعاية نائب محافظ الزرقاء فراس الفاعوري تم إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد على دوار الشهيد هزاع المجالي بمدينة الزرقاء بحضور العديد من رعاة الكنائس ونواب المحافظة وجمع محدود من أهالي المدينة. هذه المناسبة عزيزة علينا، وهذه المناسبة هي لوحة فسيفسائية إن دلت على أي شيء ما تدل على الرحمة والتراحم والوئام بين هذه الأديان، كل ذلك في هذا الوطن الحبيب في هذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا، كيف لا، وسيدنا صاحب الجلالة الملك الحسين المعظم حامي وحامي والوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. تعلمنا الكثير من القيادة الهاشمية على حب الوئام وحب التعايش. نحن أخوة، نحن نرسم هذا الوطن بجميع مكوناته وبجميع أطيافه. وأكد النائب هاي العياش على أهمية المناسبة في تحقيق حالة من الوئام والتآخي بين الأديان والتي يتميز بها المجتمع الأردني، وقال إن إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء احتفالاً بميلاد السيد المسيح هي رسالة لكل العالم لمزيداً من المحبة والتآلف بين الجميع، وخاصة في هذه الأيام، إلى جانب أهمية العيش المشترك بمزيد من الطمأنينة والسلام. أسعد الله مساءكم. تم هذا المساء المبارك إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء، المحافظة التي تجمع ولا تفرق، تحت رعاية نائب عطوفة محافظة الزرقاء وحضور الأباء الأجلاء ورئيس بلدية الزرقاء وبعض نواب محافظة الزرقاء، وكان احتفال بهيج. حفظ الله مملكتنا الحبيبة وقيادتنا الهاشمية، وعد الله هذه الأعياد المجيدة علينا وإحنا نحن بألف خير جميعا. وشكرا لإذاعة نورسات، قناة نورسات، على هذه التغطية الإعلامية المميزة لهذا الاحتفال المميز في هذه المدينة التي نفتخر بها، التي مدينة الجند والعسكر، المدينة التي تجمع ولا تفرق أبناء محافظتنا كافة. حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه الطيب. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة 2021. يأتي عيد الميلاد هذه السنة في وسط جائحة كورونا التي تعاني منها الإنسانية جمعاء. نتمنى من طفل المغارة الذي ولد في بيت لحم أن يولد في بلدنا العزيز الأردن وفي العالم أجمع، لكي يمنحنا الأمل والنور حتى نعيش في سلام وأمان، يعيش العالم أجمع في سلام وأمان، ويبقى أردننا العزيز بالقيادة الهاشمية كما هو، ويقودنا جلالة الملك عبد الله الثاني دائما إلى بر الأمان، ويحفظ جلالته ويديمه دائما على بلدنا قائدا ومرشدا حتى نسير دائما إلى بر الأمان. وكل عام وأنتم بخير.
باسمي وباسم أعضاء مجلس بلد الزرقاء والأهالي في مدينة الزرقاء. هذه المدينة مدينة المدن الأردنية، بتقدم بكل معاني التهنئة والتبريك لأهلنا وأحبتنا الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهذا الحفل وهذه المحتفال بهذه المناسبة العزيزة بتتم في رحاب بلدية الزرقاء في ميدان الشهيد هزاع المجالي. هذه المدينة هي مدينة التعددية، هذه المدينة اللي بتجسد كل معاني الإخاء والمحبة اللي حث عليها السيد المسيح. ولذلك يعني بلدية الزرقاء ممثلة برئيسها وأعضائها وكل الأهالي بتمنوا أن تتم هذه الاحتفالات، وقد تحققت أماني أفراد العالم وشعوب العالم بالتخلص من هذا الوباء، وأن أيضا تنتهي النزاعات في هذا العالم، وعم السلام الذي نادى به المسيح عليه السلام. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. باسم اللجنة التحضيرية لإضاءة شجرة الميلاد في محافظة الزرقاء، مدينة الجندي والعسكر التي سطرت أغلى تاريخ هذا الوطن الغالي وعلى أرض دوار الشهيد هزاع المجالي، نشكر الجميع على اللفتة الحلوة من الأباء الأجلاء وعطوفة رئيس بلدية الزرقاء وعطوفة محافظ الزرقاء الذي قام بالافتتاح. نشكركم جميعا في هذه المناسبة، ونطل عليكم لنعايدكم ونقول لكم مناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، رغم كل الصعاب وجانحة هذا المرض اللعين كورونا، إلا أبينا أن تكون هذه الشجرة السنة مميزة في محافظة الزرقاء وعلى منطقة ودوار أغلى الرجال من رجالات الوطن الذين سفكوا دماءهم سفكوا هذه الدماء الغالية للحفاظ على هذا الوطن. ونقول لكم في النهاية كل عام وأنتم والأردن والوطن وقائد الوطن بألف خير. وجه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس رسالة الميلاد المجيد لعام 2020، أكدوا فيها أن ميلاد يسوع ليس حقيقة تاريخية فحسب، بل هبة أبدية للخليقة كلها. كما يذكرنا ميلاده باستمرار أن الله هو معنا دائما، وأضافوا أنه على الرغم من كل الظروف فالميلاد هو مصدر تشجيع ودعم لنا، خاصة خلال هذه الأوقات الاستثنائية بسبب وباء كورونا والأزمة الاقتصادية والظلم وتصاعد العنف ضد الفئات الضعيفة. كما عبر رؤساء الكنائس عن تضامنهم مع كل من تأثر بفيروس كورونا، آملين أن يضع اللقاح الجديد للفيروس حداً للوباء من أجل الرجوع إلى الحياة الطبيعية. ومن الأراضي المقدسة ووسط مشاركة محلية واسعة، افتتح في ساحة المهد بمدينة بيت لحم سوق الميلاد 20، وذلك ضمن إجراءات وقائية مشددة نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث شاركت في السوق فعاليات تقليدية خاصة بأعياد الميلاد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يأتي عيد الميلاد المجيد علينا هذا العام في زمن صعب وفي وقت يعاني فيه العالم أجمع من انتشار جائحة كورونا، فبالرغم من هذا الوباء اقتصرت الاحتفالات هذا العام في بيت لحم على برامج مختصرة وضمن معايير مشددة، فأقيم سوق الميلاد 20 في مدينة بيت لحم وتحديداً في ساحة المهد وليوم واحد فقط، وضمن شروط وقائية مشددة من فحص الحرارة وتعقيم الأيادي للوافدين إلى هذا السوق، مع الالتزام بارتداء الكمامة حرصاً على سلامة الجميع. الهدف من هذه المشاركة اليوم أنه نحن نعطي فرصة لعائلات كثيرة عندها منتج محلي في بيوتها أنه تسوق منتجها ونساعد في إيجاد فرص لهذه العائلات لتسويق هذه المنتجات، والممكن أنه تساعد في إيجاد بعض الدخل
في هذه الفترة الصعبة في الوضع الاقتصادي الصعب في مدينة بيت لحم، ويعطونا ويأخذوا فرصة في إنه يعيدوا بضمن فرحة وبهجة منتوقعها للجميع. سوق الميلاد هو تقليد سنوي في مدينة بيت لحم، حاولنا بعيش العالم بشكل عام ظل جائحة كورونا وفلسطين بشكل خاص، وبالتحديد مدينة بيت لحم اللي هي مهد الميلاد، إنه نخلق جو من البهجة والفرحة لأهالي البلد من خلال تنظيم هذا السوق وما يتم إلغائه. طبعاً كل المشاركين بالأكشاك تم عمل فحص كورونا مجاني بالتنسيق بين مديرية الصحة وبلدية بيت لحم. جميع المشاركين بالأكشاك كانت نتائجهم سلبية والحمد لله. جميع الحالات تم إنه تأمين مدخل ومخرج آمن، قياس درجة الحرارة، معقمات وكمامات، حتى يعني ما نطلع بأمراض وناس مريضة في سوق الميلاد. من خلال رسالة بلدية بيت لحم في سنة أفضل، رسالة أمل لسنة إن شاء الله تكون خالية من الكورونا، سنة لأنه بيت لحم تأثرت بشكل كتير كبير من الجائحة، من أوائل المحافظات في مدينة في فلسطين اللي بدت فيها الكورونا وتأثرت وإغلاقات وتسكير. طبعا اعتماد بيت لحم هو على السياحة، والسياحة صفت هلأ بالوضع الحالي طبعا معدومة أو ما في سياحة، فمنتأمل السنة الجاية يكون الوضع مختلف. وطبعا رسالتنا للجميع إن شاء الله ميلاد سعيد ومجيد للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. حيث قدم هذا السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والأشغال اليدوية وحلويات ومأكولات صنعت خصيصا للأعياد الميلادية المجيدة، كما واحتوى هذا السوق لأعمال فنية متنوعة وبأسعار رمزية. وتخلل السوق أيضاً فقرات متنوعة من مهرجين وأغاني للأطفال، وترتيل ميلادية نالت إعجاب الجميع. إحنا بعد اليوم إحنا مشاركين في يوم عيد الميلاد، برغم من الأجواء اللي إحنا منعيشها بظرف الكورونا، وزي ما بنشوف احنا حوالينا هون ماخذين كل الاجراءات الوقايه، حتى انه لو شو ما كانت الظروف ان نعيش فرحه الميلاد ونعطي رساله من مدينه بيت لحم، مدينه السلام، مدينه اللي انولد فيها السيد المسيح له المجد. طبعا احنا اليوم موجودين في سوق الميلاد نحاول انه نحتفل في اعياد الميلاد المجيده في ظل زمن كورونا وجائحه كورونا لكل العالم مش فقط في مدينه بيت لحم. ورسالتنا اليوم من مدينة بيت لحم اللي هي رسالة الملائكة للرعاة لما قالت لهم لا تخافوا، هانا وبشركم بفرح عظيم. فرح العظيم هي ولادة السيد المسيح في مدينة بيت لحم وانتشرت لكل العالم. فرسالتنا اليوم إن هي لا خوف، لأنه ما فيش خوف وفي إيمان، لازم أكون مآمن وقادر على أني أنا أعطي رسالة الأمن والأمان لكل العالم. ومنوجه كمان رسالة محبة، رسالة سلام تلفزيون نورسات على الدعم اللي دائما بيكونوا موجودين فيه، وهلا هم بينقلوا حاليا الفعاليات في مدينة بيت لحم على نورسات. فهذا السوق ايضا ياتي لدعم وتسويق منتجات لعدة عائلات في بيت لحم. بالطبع هذا العام سوق الميلاد اخذ شكلا مختلفا عن الاعوام السابقة. الأعوام السابقة كنا نشهد مشاركات دولية وعالمية من المدن المتوأمة لبلدية بيت لحم وأصدقاء بلدية بيت لحم، فبالتالي هذا العام اقتصرت المشاركة على المشاركة المحلية من المؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني وأيضا من المواطنين الفلسطينيين. لكن نستطيع أن نقول أن سوق الميلاد لهذا العام نجح نجاحا كبيرا من حيث التنظيم، من حيث حفاظ على سلامة المواطنين، حيث قمنا بالعديد من الإجراءات. أولا قمنا بعمل تباعد بين الأكشاء كما تلاحظون، فبين الكشك والآخر هناك مسافة مقبولة، وأيضا قد قمنا بعمل فحوصات للمشاركين في هذا السوق للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا. وأيضا على المداخل قد قمنا بتوزيع الكمامات للمواطنين وتعقيم أيديهم، فبالتالي نقول كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام والشعب الفلسطيني بألف خير. وهذه إحدى فعاليات بلدية بيت لحم. لا
للنرسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. ضمن جولته الرعوية لعدد من محافظات المملكة، قام سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس بزيارة لمحافظة العقبة، وذلك للاطلاع على أحوال أبناء الرعاية فيها، حيث ترأس خلال الزيارة خدمة القداس الإلهي للأحد العاشر من لوقا بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع من المؤمنين. وأشار سيادته بعظة القداس أننا اليوم ونحن ما زلنا نجاهد في هذه الحياة، علينا أن نضع نصب أعيننا القديسين الذين أكملوا سعيهم ومجدوا الله، فهم لنا خير قدوة حسنة ومثال حي لإيمانهم الصادق. ولما بنتكلم عن القديس والقديسين والقديسات، دائما قلبنا وعقلنا بيرتفع للكنيسة السماوية اللي نحن جزء من هاي الكنيسة، لأنه الكنيسة اللي هي جسد يسوع المسيح إله قسمين، الكنيسة المنظورة اللي نحن موجودين هون على الأرض وما زلنا منجاهد جهاد روحي حتى نوصل لهدف حياتنا، وهدف حياتنا هو الخلاص أبنائي، ما في شيء تاني. أوعكم تقعوا بأي فخ تفكروا إنه في هاي الحياة هون، هاي الحياة الوقتية، إنه في أي هدف تاني غير الخلاص. كل باقي الأمور بوقتها بتيجي إذا أجت، ولكن هدف الحياة هو الخلاص. فبالتالي نحن الكنيسة المجاهدة المنجاهد حتى نخلص، حتى نتقدس، حتى نتكمل، نكون قديسين وكاملين زي أبونا السماوي كامل وقدوس. والقسم الثاني من الكنيسة الواحدة هي الكنيسة السماوية، الكنيسة الغير منظورة اللي فيها أمنا الفائقة القداسة والدة الإله، القديسين والقديسات، وكل اللي سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية. هدول كلهم الكنيسة الواحدة المنظورة واللا منظورة، الأرضية والسماوية، ما أروع تجسيدها في داخل كل قداس إلهي نحن منقيمه. ونحن لما منجتمع في القداس الإلهي هذا السر العظيم بيكتمل. عشان هيك أبنائي ما بتتخيلوا شو بحدث بداخل القداس الإلهي. افلتوا نحن صرنا كتير أرضيين جسديين ماديين دنيويين، عشان هيك ما منحس بالأمور الروحية، ما منشوف الإشي الروحاني، عمينا، اتشوه قلبنا لأنه تلوث بأباطيل العالم. ولكن إذا منشوف بقلب نقي وبذهن في إله بصيرة رح نشوف إشي عظيم في داخل القداس الإلهي. في هاي اللحظات السيد نفسه هو حاضر بحال غير منظور، أمنا الفائقة القداسة هي حاضرة معنا هون. نعم أبنائي موجودين معنا هون، وكل القديسين والقديسات وكل أبائكم وأجدادكم اللي سبقونا على رجاء القيامة هم معنا، وكلنا بفم واحد وقلب واحد منسبح إلهنا الواحد المثلث الأقديم، الآب والابن والروح القدس. ما أروع هاي الشركة، ما أجمل هذا الحضور الإلهي اللي نحن منتمتع فيه. ودعت الكنيسة في الأردن الأب الراهب الورع آثوس ريجي رئيس الدير في معين، خاتما رسالة حافلة تكللت بالمحبة والخدمة والإرشاد الأبوي والصلاة من أجل كل موجوع متألم، بحضور الرئيس العام لرهبانية عائلة البشارة الصغيرة التي ينتمي إليها الأب الراحل، وعدد من الكهنة ورهبان وراهبات الدير، وجمع محدود من المؤمنين. الراحة الأبدية أعطه يا رب. حلقة مميزة من برنامج صباحكم نور الذي تقدمه وتعده الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، خاصة العذراء مريم في زمن المجيء بنقاش موسع شارك في تقديمه من الجوانب الكتابية عبر الهاتف الأب فرح حجازين كاهن رعية ترميمين،
كما وعرض أمين عام مطرانية اللاتين في الأردن الأب عماد علامات الإجراءات والترتيبات الاستعدادية للاحتفال بعيد الميلاد ضمن إجراءات استثنائية هذا العام بعد تفشي جائحة كورونا. فإلى هناك ما في شك أنه مريم العذراء لها دور كبير في الفداء. مريم العذراء اللي استقبلت ابنها يسوع من السماء لم تحتفظ بإلها لوحدها بل قدمته إنا. فإحنا في هذا الأسبوع الأخير من زمن المجيء بدنا نمضي مع مريم العذراء وهي تنتظر مولودها ومخلصها. لأنه ليس هناك من شخص أفضل من مريم العذراء لكي يعرف يسوع ويعرفنا بيسوع، يحب يسوع ويحملنا على محبة يسوع، يخدم يسوع ويحملنا على خدمته، يقتدي به ويدعون للاقتداء به، عملت دوما بإرادة يسوع وتدعون للعمل بإرادته القدوسة. هي التي قالت للخدم في عرس قانا الجليل: مهما أمركم به يسوع فافعلوه. وإذن ماذا نستطيع أن نقول في مدة قصيرة عن تلك التي اختارها الله وزينها بكل الفضائل، في تلك التي منذ نشيدها الأول تعظم والأجيال تمتدحها؟ سنكتفي بكلمة وجيزة في الأفكار الثلاثة التالية: أولا، ماذا قال الله عن مريم العذراء؟ ثانيا، ماذا قالت الكنيسة عن مريم العذراء؟ ثالثا، ماذا يقول الشعب المسيحي عن مريم العذراء؟ أولا، ماذا قال الله عن مريم؟ نجد ذلك طبعا في الإنجيل المقدس. أولا، اسم مريم هو اسم أرامي أو سرياني، ولهذا الاسم أكثر من 67 معنى، منها السيدة، الأميرة، العابدة، المحبوبة من الله، الجبل العالي، التقي وما شبه ذلك. ومريم العذراء هي ابنة يواكيم وحني، وهما من سلالة الملك داود كما نقرأ في إنجيل القديس لوقا: فيعطيها الرب لله عرش أبيه داود. كانت مريم العذراء مخطوبة ليوسف، وكانت الخطبة تعقد لمدة عام، وقد أعلن ملاك جبرائيل لمريم العذراء بأنها ستكون أم للمسيح المنتظر ابن الله. فقالت للملاك: ها أنا مت الرب فليكن لي بحسب قولك. وقد قامت مريم العذراء بعد البشارة بزيارة خالتها لصبات في عين كارم، فحيتها لصبات بالقول: من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ فأجابتها مريم العذراء بنشيدها المشهور: تعظم نفس الرب. وبقيت مريم العذراء عند خالتها لصبات مدة 3 أشهر إلى أن وضعت إليصابات ابنها يوحنا. وقد ذهب يوسف ومريم معا من الجليل إلى مدينة الناصرة إلى بيت لحم، وهناك في بيت لحم وضعت مريم ابنها البكر. وقد توالت سلسلة من الأحداث بعد الميلاد ظهرت فيها مريم العذراء بصورة واضحة، منها تقديم يسوع في الهيكل والقيام بفروض التطهير، زيارة الرعاة، زيارة المجوس، الهرب إلى مصر، وفي مدينة الناصرة أثناء حياة مريم العذراء العادية يذكر لنا الإنجيل المقدس حادثة صعود يسوع ومريم العذراء والقديس يوسف إلى القدس، وحيث فقدوا يسوع وجدوه في الهيكل بعد 3 أيام. كذلك نرى مريم العذراء في عرس قانا الجليل حيث حصلت من ابنها يسوع على أولى عجائبه. ومن يستحق أكثر من مريم العذراء على أول عجائب يسوع؟ كذلك يذكر الإنجيل المقدس أن مريم العذراء كانت تتبع ابنها يسوع وهو يبشر متنقلة بين قرى ومدن فلسطين، وبلا شك قد سمعت مديح تلك المرأة لها ولابنها يسوع: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين الذين رضعتهما. فقال يسوع: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظوها. ومن حفظ كلام يسوع أكثر من مريم العذراء؟ إذ عنها يقول الإنجيل المقدس: كانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. اللي نتمناه أنه تكون هاي الفترة فيها نمو روحي بطريقة جديدة، فالروح يهب حيثما يشاء. نعم. هذا حقيقة كتابية نؤمن فيها، وفي ظروف خاصة وفي ظروف معينة اللي فيها بدها وعي كمان، لأنه ربنا أعطانا القدرة على أن نكون واعيين ونميز.
إنه ما بقدر أروح على الكنيسة اليوم هذا لا يعني إني ما بقدر أكون بنمو روحي وبمشاركة روحية وبتحويل هاي الحالة من تحدي لفرصة للنمو الروحي. بس هاي فترة مؤقتة. الداس الإلهي هو في قلب مسيرة هذا النمو، والاقتراب من جسد المسيح هو في قلب هذا النمو. كنائسنا مش مغلقة، احنا كنائس مش مغلقة، وتم خلينا نحكي تنظيم الأمور، مثلا ليلة الميلاد ان يكون فيه يكون أكثر من قداس عشان الناس تقدر تيجي تصلي كمان. ولكن هون اللي ما بصير، احنا نحمل خلينا نحكي ضمائر الناس ثقل. الكبير في العمر اللي بالوضع الطبيعي هو ما بيقدر يروح يصلي في بيته وهو مرتاح ضميره، الكنيسة بتصله. لما هو ما بيقدر يصل الكنيسة، الكنيسة بتصله. كهنتنا بناول المرضى ضمن إجراءات صحية معينة كمان. الكنيسة هي جماعة تتحد مع بعض في كل الظروف، واللي ما بيقدر يطلع درجات الكنيسة، الكنيسة بتصل عنده. هون الإشي المهم إنه نعرف إنه إمكانية النمو في الروح هي واردة، وخصوصا أثناء الصعوبات. ربنا بيضع نعمته، نفتح قلوبنا لهاي النعمة في هذا الزمن. نعم، لأنه الناس تعودت على الابتعاد عن الكنيسة، وشوي شوي بطلوا يذكروا يعني يوم الأحد حتى إنه في صلاة اليوم. يعني في كتير من الشباب والعائلات اللي بطلت من شهر 3-4 من وقت ما سكرت الكنائس، ابتعدت عن الكنيسة وشوي شوي بطلت تذكر نهار الأحد حتى. يعني هذه الفئة اللي عم بحكيها بين الشباب والطالع، وحتى سيدات البيوت يعني اللي كانوا متعودات ياخذوا أولادهم يوم الأحد أو يوم السبت مساء أو الأحد صباحا على الكنيسة، هلا عم ينذكر منقولهم نهار الأحد اليوم. يعني كانوا أولا بالبيت نذكرهم من خلال الإعلان، من خلال صفحاتنا الفيسبوك، لأنه صارت الجائحة وقت عيد الفصح نقول الكنيسة وعاملين القداس كذا وعاملين القداس كذا. لكن هلأ عم بشوف أبونا عائلات كتيرة ما عم تذكر نهار الأحد، فعم بشوف هنا في خطر كتير كبير إنه لا غنى عن الكنيسة، ونحن بظرف استثنائي اللي لازم عليكم تنمو بطريقة أخرى. لكان مش إنكم تحطوا إيديك ما ممنوع ندخل. هو ضروري جدا دور يكون في إبداع في توصيل الرسالة للناس. وهون دور أكيد الإعلام، ولكن أيضا بال خلينا نحكي التواصل. اليوم في عنا وسائل تواصل، لأن الناس ما بتقدر تشوف بعض بس تقدر تتواصل مع بعض. فاستثمار هاي الوسائل لتحفيز الناس على ارتباطهم بكنيستهم هو إشي أكيد مهم كثير بهاي الفترة. أكيد كثير مهم كمان نتفرج لقدام. يعني بجوز هذه السنة كانت سنة غريبة وصعبة كثير على كثير ناس. الميلاد بذكرنا إنه الولادة الروحية ممكنة في خضم كل الصعوبات اللي الإنسان والكنيسة بتعيشها. الرجاء والأمل في ولادة جديدة هو إشي ممكن، لأنه اللي هو مستحيل في نظر الناس هو غير مستحيل لدى الله. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. احتفالات بهيجة بإضاءة شجرة الميلاد في المختص وعدد من المدن الأردنية. بطاركة ورؤساء كنائس القدس، ميلاد يسوع هبة أبدية للخليقة كلها. افتتاح سوق الميلاد 20 في ساحة المهد بمدينة بيت لحم. إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى نهاية نشرتنا، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل. طابت أوقاتكم و
وكل عام وأنتم بخير.